في فقرة الأمل موجود نتابع اليوم مبادرة جديدة، إذ أطلق مجموعة من الشبان المصريين المتواجدين في ألمانيا مجموعة مبادرات إنسانية لمساعدة المحتاجين والمتضررين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. الشبان المصريون الذين لبوا نداء الخارجية المصرية شاركوا أيضا في مبادرة خلينا سند لبعض، حيث قاموا بتشكيل فريق من المتطوعين في جميع ولايات ومدن ألمانيا لمتابعة أحوال العالقين من أبناء الجالية المصرية. كما بادر الشبان بتقديم العديد من الخدمات كالمساعدات الطبية والغذائية وتوصيلها إلى محتاجيها عبر كل الولايات الألمانية. معنا من مقاطعة هافورد المستشار بالصليب الأحمر الألماني سيد حسين خضر. سيد حسين، أرحب بك معنا على سكاي نيوز عربية. حدثنا عن آلية عملكم في التواصل وتقديم المساعدة لأبناء الجالية المصرية الموجودين في ألمانيا، وما نوعية المشكلات التي تقابلونها؟ تحياتي لحضرتك. طبعا مع بداية الأزمة كنا احنا هنا شايفين قد إيه حجم خطورة الموقف وقد ايه في مشاكل كتير بتظهر في البلاد اللي احنا عايشين فيها هنا. وطبعا جه بعد كده قرارات غلق المجالات الجويه وايقاف الطيران، واحنا كنا عارفين طبعا في اللحظه دي اكيد في كتير جدا من المصريين متواجدين في المانيا مش عارفين يرجعوا مصر، وفي نفس الوقت ما عندهمش مكان اقامه هنا، ما عندهمش عمل هنا، ما عندهمش تامين صحي، وبالتالي كان لازم يكون لينا دور ان احنا نقف على الاقل جنب اهلنا واخواتنا اللي جايين من مصر هنا، سواء لو كانوا جايين في معارض او زيارات او لفتره قصيره علاجيه. وبالتالي بدانا ان احنا نشكل لجنه مركزيه. اللجنه المركزيه دي مكونه من 7 اشخاص، فرقم ساخن. الرقم الساخن ده بيتم تلقي كل المكالمات والاستفسارات والاحتياجات اللي بيواجهها افراد الجاليه هنا، وفي نفس الوقت معانا 200 متطوع من 200 مدينه المانيه. بناخد المشكلة، بنشوف حجم المشكلة دي قد إيه، ونبدأ نوصله ونوجهه لأقرب متطوع في المكان اللي هو عايش فيه، بحيث إن إحنا نقدر في أقل وقت ممكن نوفر كل الاحتياجات اللي العالقين كانوا محتاجينها قبل عودتهم طبعًا في مصر إلى مصر. طبعًا كان في مشاكل كتير جدًا بتقابلنا، زي موضوع المكان للسكن، إن إحنا نوفر مكان سكن بسرعة. واجهنا برضو مشاكل إن ناس كتير جدًا من كبار السن هنا كانوا بياخدوا أدوية معينة وما كانش عندهم التأمين الصحي في ألمانيا، وبالتالي بدأنا نوفر الأدوية الخاصة بيهم، إلى جانب أيضا بعض المشاكل الأخرى. وفي نفس الوقت كان برضو دور مننا أو واجب علينا إن احنا ندعم مبادرة خلينا سند لبعض اللي تم إطلاقها من وزارة الهجرة المصرية. وبصراحة ما اقدرش انكر برضو دعمهم لينا ودعم الكونسوليات هنا ودعم السفاره هنا. طيب. ورموز الكونسوليات المصريه اللي طول الوقت كانوا معانا كتف بكتف. اشكال المساعده التي تقدمونها لابناء الجاليه المصريه في المانيا، ويعني ان كانوا يحتاجون الى او امور ماديه، كيف يتم تمويل هذه الاحتياجات؟ من مالنا الخاص يا فندم. يعني كان في هو اكتر مشكلتين كانوا بيواجهونا، واحده حضرتك قلتي عليها وهي الدعم المادي، لان في الغالب الاشخاص اللي جم هنا ما كانش عندهم حسابات بنكيه خاصه بيهم هم هنا في المانيا نقدر نحول عليها او كده، ولكن برضه عن طريق المتطوعين كنا بنقدر نبعت الفلوس لاقرب شخص ليه في اقرب مدينه ليه، وهو بيوصلها له بنفسه، بنبقى متابعين معاهم وبنطمن عليهم، كله من الجهد الذاتي، كله تبرعات خاصه بينا احنا، ما بنجمعش من حد حاجه، واحنا وهبنا وقتنا للنقطه دي، لان الحمد لله ده كان لازم نعمل الكلام ده، ما نستناش ان اهل بلدنا هنا يحتاجوا. المشكله الثانيه اللي كانت برضه بتواجهنا، ان كان في ناس جدا هنا عايشه لوحدها، ما عندهمش هنا قرايب، فكان في حاله من الخوف في ظل وجود فيروس كورونا، هل الشخص هيتوفى؟ هل هيجرى له حاجه؟ لان في بعض الحالات المصريه اللي تم اصابتهم، في بعضهم اللي كان في الحجم الصحي هنا في المانيا، وبالتالي وفرنا ايضا لجنه تقدم الدعم النفسي تفضل على تواصل معهم باستمرار، يعني لكي يعني تطمئن عليهم وتشعرهم بانهم ليسوا وحيدين. طبعا هذا امر مهم جدا. هنا السؤال سيد حسين، كيف تجاوبت معكم السلطات الألمانية؟ يعني في ظل حظر تجول ربما، في ظل تضييق، ولكن في أقل من دقيقة إذا سمحت، كيف كانت تتعامل معكم السلطات الألمانية؟ هل كانت تسهل عملكم أم واجهتم أي مشكلة؟ ألمانيا بتعتمد بجزء كبير جدا وبتشجع العمل التطوعي، أكثر من 40% من سكان ألمانيا بيقومون بعمل تطوعي، ودي ثقافة موجودة في المجتمع الألماني،
لان نفس المبادره اللي احنا عملناها مع العالقين المصريين عملناها في المجتمع الالماني هنا مع الالمان المتضررين ايضا. وبالتالي في كل التصاريح اللي احتجناها عشان نقوم بالعمل بتاعنا كان في دعم فوري، يعني المختار ورئيس المقاطعه هنا كان في دعم مباشر، تواصل مباشر، كل اللي احنا احتجناه من اجراءات وتصريحات كانت متوفره بشكل سريع جدا، لان حتى المانيا برغم قوتها هي كمان مدركه هنا ان ازمه زي ازمه كورونا ما فيش حكومه لوحدها تقدر تقضي عليها بدون تعاون الشعب. جهد مقدر بالتاكيد، ونتمنى لكم كل التوفيق، ونشكرك جزيل الشكر انت وطبعا كل العاملين معك في هذه المبادره من مقاطعه هافرد في المانيا، المستشار بالصليب الاحمر الالماني السيد حسين خضر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كورونا سؤال وجواب، نلقاكم دائما على ألف خير في حلقة جديدة.